السلام عليكم اخوان. هذه الحلقه ان شاء الله هي الحلقه اللي مورا قبل منها قدمنا الفيتامينات للطيور ديالنا نهار واحد ولا يومين نخليهم يرتاحوا ومن بعد نعطيوهم هاد السيتوكول هذا نعطيوهم السيتوكول يعني باش يعني كما قلنا نخويو لهم الكبد ديالهم من جميع هذوك المواد اللي تقدر تكون ترسبات لهم فديك المدة كنا كنعطيوهم الدوايات يعني فاش كنا كنديرو لهم برونشيمو ولا التبييض ولا التعقيم ولا التلقيح كما بغيتو تسميو سميو المهم فهاديك الفترة كنا كنعطيوهم الدوايات دابا ان شاء الله باش يعني نتأكدو من ان يعني هادوك الدوايات وهادوك ميوليوش يعني ولا يتحولو لسموم في الكبد ديال الطير دونك باش نتفاداو هاد القضية هادي نعطيهم سيتوكول واحد 3 جور حتى 3 ايام نعطيهم سيتوكول يعني حتى نتاكدوا بان يعني الطيور على الاقل يعني تكون خوات واحد النسبه اللي اكثر من 70% من الكبد ديالها من دوك الترسبات كامل اللي كاين دونك تقريبا هذه فيها 100 مليلتر دير حتى 8 نقطات ولا 7 3 4 5 6 7 واحد جوج مجنى الإخوان نعطيهم سيدوكور حول المكابيس ديالهم طحيوا المكابيس ديالهم الكل ديالهم ضروري من العملية هذه من بعد تبرون فيه ممكن خليه وسط التحكيم مزيان وعلى بطيوة رقم عارفين دابا عشان يسوية ونجينا ما بينهم بطا ونفايقون عشان يسوية وارتبوا له ان شاء الله وتشربوا ايام سابعه ان شاء الله ونحسوا الاخوان نصيحه معروف دابا الويكاند معروف دابا ملي كيكون جالس كيبدا يدير لنا الروايات الصويرات ديالو اللعيبات نقي الزوان من الاحسن ملي كيدير الكرادوار ديالو تنقي يعني الخوزه لي بلاطو تنقيهم ومن موراها غتخلط لهم شي باطي ولا تعطيهم شي ماكله من الاحسن الاخوان بدل ما يدير يغسل يديه يعني راه بعض المرات راه تقول لا الطيور ما مرات ما قصت والو شي حاجه راه سبحان الله تولي ما انفكتي هذيك الماكله ولا قدر الله راه يقدروا يموتوا الطيور ولا شي حاجه ديما مورا كراطاج ديما غادي مغسل يديه عادي يعطي الدويرات ديال الماكله ويخلط لهم اللي بغا بزاف دونك يعجبكم لا فيديو بحال ديما كليكو سيغ جام وبارطاجيو وابونوا سي لاشين ان شاء الله باش توصلكم ديما الجديد ديالي.